فأنا ما راح أقول لكم شيء، طالب بالأمم المتحدة أن ترسل قوات دولية لحماية اللاجئين، وترسل قوات دولية لتطالع المحتلين من سوريا وتعاقب المجرمين، وإذا ما بدهم يتصرفوا وعاجبهم هذا الحكي راح أقول لشعبنا لأهلنا لناسنا الموجودين اليوم بلبنان وعددهم مليونين 3 ملايين ما بعرف، إنه يتسلحوا وشكلوا منظمات لحماية المخيمات مثل المنظمات الفلسطينية، شكلوا منظمات لحماية المخيمات بالسلاح واللي بيقرب عليكم القتلوب مين من كان يكون، هذه أرضكم وهذا حقكم واللي بده يعتدي عليكم يجب أن يدفع الثمن. شنو برنو على انه ما كان بده يرتل هيك، بس بما انه حضر جنابك مش بس ناشط بالمعارضه السوريه، لا بل من اهم الشخصيات، بس عيب. قلت انا لازم رد عليك كونك ناشط مثلي، طبعا بما انه اذا كان لبنان ارضك وبلدك، نحن بندعيك انك تيجي لهون وتحررها من الشعب اللبناني الحيوان. وبطريقك بما انك جاي بتحول على سوريا في حزب لبناني بيسرح وبيمرع، شو سوريا مو ارضك كمان؟ ايه حررها كمان من هذا الحزب؟ بغض النظر اذا كنا نحن موافقين على وجود هذا الحزب او هداك هناك. بعتذر من الشعب السوري، انا ما عم بقلدكم، عم قلده لإله. تعا شوف يا خرونك كيف عايشين نحن والسوريين هون بالباترون. مدينة الباترون هي المدينة اللي نايبها اسمه جبران بصير، هيدا أكتر واحد عم يشتغل على عودة النازحين لسوريا. تعا شوف كيف عايشين نحن وياه هون مثل الأخوة، وانت جاي قاعد بالسويد مدري وين بآخر الدنيا عم تدعيهم يتصلحوا، يعني عم تخرب لهم بيتهم يا معتر. ولأنت بسوريا ما طلعت راس، بدك تطلع راس هون يا سطلون، يلا دربك.